عندما نتحدث عن مسألة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه مشكلة في الداخل، لا زالت مشكلة بريغوجين حتى هذه اللحظة موجودة في الإعلام، يتراجع ضد الأوكرانيين كما نتحدث الآن، كلام عن مشاكل في مفاعل زاباروجيا، من الممكن في أي لحظة أن يحدث أي شيء في تلك المنطقة. هل تعتقد بأن ما يجري لبوتين الآن يفتح فرصة جيدة لفتح طاولة المفاوضات لبوتين، أن تنسحب بكرامة الوجه وأن تعود إلى شبه جزيرة القرم، تحفظ ماء الوجه نوعا ما بدلا من أن نصلك إلى شبه جزيرة القرم، ويحدث نوع من التفاوض؟ الرجل يعاني في الداخل، ألا ترى أن هنالك فرصة للدبلوماسية؟ أنت تنوه إلى الحل المنطقي والذي ترغب فيه الولايات المتحدة والناتو والجميع، ولكن بوتين لا طالما كان ضد ذلك، ولأنه إذا قام بالتفاوض فهذا اعتراف بفشله، فهو لا يرغب في أن يتفاوض فعليا وجديا. أنا أتفق معك بأنه يواجه الكثير من المشاكل. ما يشاهده الآخرون هو ما تقوم به الصين. الصين صدمت من ثورة بريغوجين لأن الصين كانت تفكر بأن بوتين سيسود ولديه السلاح النووي والجيش الضخم. الصين كانت تعتقد بأن بوتين له السيادة، ولكن الآن الواضح بأن هذا غير صحيح وبأن وضعه غير مستقر. الصين لا ترغب في أن تصبح روسيا غير مستقرة. فأنا وآخرون عديدون نعتقد بأن الرئيس جي رئيس الصين سيحاول أن يدفع بوتين باتجاه المفاوضات من أجل إنهاء الحرب وحفظ نظامه. أعتقد بأنه في بكين الحكومة الصينية تفكر بأنه إذا استمر بوتين في هذه الحرب وتصعيدها ولم ينسحب، فإذا سيخسر السلطة، وروسيا ستصبح فاقدة للسيطرة تماما.